حبيت اليوم البلوج يكون شيء غريب ووصفات ممكن نحنا ناخدها ونعملها بالبيت. يعني صراحة برمنا برم الدنيا على هالمحل وإن شاء الله يكون بيستاهل. وما عنده باركينج بتكون صفه على الطريق تفوته. وأمير ضد عقله المحل ما يكون فيه باركينج، بيقعد يفكر بالمخالفة قبل ما يأكل. اليوم حبينا هيك نبرم على المطاعم اللي عندهم أفكار غريبة، فشفنا هيدا المحل عنده برجر الفلافل. فلافل طحينة برجر؟ هلا رح فوت على المطبخ صوركم كل شي جوا. صوص طحينة وملفوف. على فكرة هيدا المحل بس بيعمل ترويقة، يعني كل النهار أي ساعة بتفيقوا فيكن تطلبوا من عنده ترويقة. وشوفوا بحطها ورق الألمنيوم لحتى تضل محافظة على حرارتها للبرجر وتضل سخنة وين ما رح. فرجيتكن اياها خطوة بخطوة جوا. خبزة قلتلكم قليينا بالزبدة، هيدي الفلافل، صوص الملفوف، بندورة وكبس. يعني هيدي فلافل؟ ناشفة شوي، نحنا انو معودين على الفلافل مع التراتور. الخبز كتير طرية وهيك كتير طيبة. الفلافل طعمة الفلافل بس مش الطعمة المظبوطة، يعني عرفت يمكن بهارات الفلافل. الصوص الملفوف كمان محطوط له صوص الطحينة، يعني ما هيك عطيه طعمة الجوسي، لا منشفه زيادة. حبة البندورة يلي كلكم بتعرفوا طعمتها، وهتلات حبات كبيس يلي حطن عم يقرشوا. بس اجمالا كطعمة طيبة وكفكرة جديدة، بس صراحة انا بفضل التراتور مع البرجر، كانت هيك شوي عطيطة طعمة جوسي اكتر. عصر بتمكن التراتور مع الفلافل، فكرة جديدة ومهضومة. اذا واحد فيجيتاريان ما بحب اللحمة والدجاج وهالحركة تمشي معه، بحس حاله اكل برجر بس برجر الفلافل. يعني اذا حابين تاكلوا برجر كلوا محل تاني، الفلفلية بتعطيه نشافة مش طبيعية، والطحينة كمان مثل الحمص تقريبا. ايه يعني ناشف على ناشف ناشف. كبيس والبندورة وشوية ملفوف ما عم بيساعدوها، مش ابروفت صراحة. عم فكر هيدي الوصفة اعتمدها بالبيت، غير فيها كم شغلة حتى ما تطلع ناشفة. اذا حابين اكتبوا لي تحت بالكومنت لنعملها فيديو وصورها وحطها على القناة وانتم تطبقوها كمان بالبيت. وهلا رايحين على مطعم تاني نجرب شيء بعد اغرب من هيك، ويمكن كمان انتو تصيروا تعتمدوها بالبيت. كمان اكتبوا لي بالكومنت تحت اذا حابين تشوفوا ضحكة امير بالصورة. بدال عامل هيك كل الفيديو عم ياكل، المفروض يضل مع اساس انا اكلت. هيدا الشيف ناطرني برا، لا رح صوركم. سألتهم شو اكتر شيء هني مشهورين فيه، هني اختصاص سندويشات، بس مش لا بالخبز العربي ولا بالخبز الفرنجي ولا بالباجات ولا باي شيء، بيعملوا بس سندويشات بالتوست. ومشهورين بهيدي هلا اللي طلبناها، رح نفرجيكم اياها. وعم نسال اذا فينا نصوركم من جوا من المطبخ. حبيت اليوم الفلوج يكون شيء غريب ووصفات ممكن نحن ناخدها ونعملها بالبيت. مثل ما شفتوا قبل الفلافل بقلب خبزه البرجر، هيدي رح نعملها معدله بعد وهيك تطلع طيبه مثل ما نحن بنحب. مسقسقه تسقسق بالتراتور من هلا عم بعطيكم الفكره. وهون كلنا بيكون عنا توست بالبيت وبدنا نخفف هيك شوي الخبز كمان. هيدي فكره كتير حلوه، هلا رح نجربها وندوقها انا وياكم. شو بدك تعرفي شو عم تاكلي قبل ما تاكلي؟ شو عم regular. Yeah. Put the magic. Yeah. هيدي اللي شايفينها قدامكم قصتها قصة فعلا. هيدي توست مش بأي خبزة، هيدي توست البريوش. هيدي صدر سفينة مثل ما هو مقلي ومقرمش مبين، جبنة لتشادر، خس ملفوف فريش مخلوط مع مايونيز وكاتشب. وهيدا خس المنظر بياخد العقل، الريحة تقتل،
شو بدي لكم، صفصفة الغراض اللي موجودة هون تنعمل بوكي ورد صراحة، يعني أحلى من البوكي الورد بمليون مرة. فيك تجيب لي إياها تعمل لك شي 20 وحدة من هاي، أكبر بوكي ورد من صدر الجيب. السفينة مش عتمل وقعد تقلي لا، وكل مرة تقلي لا بكون فيه سفينة مقرقشة ترقش صراحة، كل هالكاتشة وما قدرت امسك الا سفينة، رح اقدش كاتشة تاني. ما تقلي ما فيش الله حاطة حتى ما اكون عم بالغ، هيدي اطيب ساندويش باكلها بحياتي. كاملة الاوصاف، سامعين هالغنية كامل الاوصاف، هيدي كاملة ساندويشات، هيدي امون، هيدي فعلا قصة كبيرة. طعمة الخس الفرش ولا طعمة الملفوف ولا المايونيز ولا الكاتشب ولا جبنة تشدر ولا هالصدر الدجاج اللي مش طري من جوا ومقرقش من برا، طعمة القرقشة اصلا بتنسمع اسمها صراحة. لما كنت عم شوف تحضيرها من الصفر لهذا الشيء كان بدي اكل الشيف معه. اجمالا البريوش بيكون حلو شوي، بس هون البريوش منه حلو، تشوحه بالزبدة ابروفد وبتعتمد بالبيت الصراحة. رايحين ناكل شي كلنا منحبه وكل العالم تتفق عليه، 3-2-1 شاورما. بس هالمرة رح ناكل شاورما بطريقة غير، شكل ختامه مسك القعدة حلوة منيح، اخر شي جينا على محل في قعدة. يعني استمتع، هيدي اللي وصلت هلا، بطاطا مع البهارات، اخر شيء من بعد ما انقلت وتقرمشت رشوا عليها رشه بهارات ورشه جبنه البارميزان، وانت بتعرف شو معناتها جبنه البارميزان، اي حدث ولا حرج. عرفوا كل ما اعمل فيديو بقول حش تاكلوا، لان انا كل ما عم باكل كل ما عم بعمل فيديوز بتشجع اكل اكثر، بحب فتش على اشياء طيبه اكثر، بحب اكل اكثر واكثر. لك ما انتم عايشين مره واحده، كل اللي بتستحلوه اللي بقلب واللي قلبكم بحبه. بس لهلا مثل اي بطاطا عاديه مقليه مرشوش عليها البابريكا، الفلفل الاسود، هيدي البهارات اللي بتعرفوها، وعليها رشه الجبنه عادي فيكم تعملوها بالبيت. اسمهم زيت شي شاور، عارفه شو بار ما في صوص يا امين، الكاتشب عادي. هلا اللي قاعد عم يحضر الفيديو بالليل يعني مثل هبه بتنيم كل البيت وبتقعد تحضر اليوتيوب بالليل، قولي لك هالبطاطا والجبنه مع الكاتشب. شدر تشيز يا هيت لندوق الشاورما الغير شكل، نبلش بالصغيرة نبلش باللي فيها سخنة. جبنة طيب نبلش كان خلينا نقول شو طلبنا، كولا قول انتو انا باكل. طيب عبال ما رزن تخلص طلبنا شاورما بس مخبوزة بالخبز اللي كان بالفرن، صح نعرف تمام. برشوا عليها جبنة، وهيدي شو هيدا؟ وهيدي هي من جوا خبزة فرن، خبزة شاورما مخبوزة بالفرن، خبزة فرن شاورما وكل أنواع الجبنة بهالساندويش. طيبة غير شكل عن جد، الأجبان عم تعطيها ما تعم اسمه ده تشيزي شاورما، فكل شيء هون تشيزي أو في كتير جبنة من برا جبنة من جوا جبنة جبنة وين مكان. شوفوا قديش فيها صوص وقديش فيها جبنة، شرحات الشاورما دجاج كتير رقاق، طعمة الصوص يعني مبين إنه الشاورما منقوع كتير وقت بالصوص، الجبنة معطى بالشاورما وبالخبز طعمة غير شكل، والخبز محطوط بالفرن على القد يعني لا محروق ولا طري، محمص بس بطريقه مش مؤذيه ابدا. هو رايح فكرت ما بدك تاكل، روح اذا بدك تروح. كم بصير معك؟ ما حتى اكلت، ليه اكلت اثنين؟ واحده في عندي بروف، هيدي مثل السينامون رول بس على شاورما. شوف الجبنه،
كتير مبسوطة فيه. على فكرة هيدي الشاورما بلا توم بلا كبيس بلا بطاطا بلا أي شيء، خبز دجاج والأنواع الجبن اللي بتخطر ببالكم. فتحنا باب الشاورما وباب كتير طيب. ختمنا هيدا الفيديو بالشاورما، فيديو الجاي رح يبلش بالشاورما، انتظرونا بأطيب شاورما بأبو ظبي. بعد قضية فتو شاورما.